هذه أرض المجتمعات العمرانية، مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية، الدولة داخلة معاك شريك، إذا هيئة المجتمعات العمرانية داخلة معاك شريك مظبوط بقيمة الأرض. اه مظبوط. فهنا بتبقى شريك بنسبة كام المشروع؟ بتاخد وحدات ولا بتعمل؟ هي بتاخد الاثنين، هي بتاخد كاش في أول ثلاث سنين لغاية لما يبقى فيه الوحدات مقامة زي الحالة اللي احنا فيها دي، وبعد كده بتاخد وحدات. هي عاملة يعني موديل سهل، سعر الأرض على طبقا لآخر مزاد زائد الفوائد بيعتبروا الحد الأدنى من السعر. يعني لو هو باع السعر طبقا لحال الواقع طبقا لأعلى سعر مزاد أو أعلى سعر رسى بيه هيبقى إكس، هو بيعتبر الإكس ده الحد الأدنى، ثم زاد عن ذلك هو مكسب ليه. هو الحقيقة في المشروع عندنا الحمد لله هيحقق ربحيات بالمليارات. وهياخد وحدات قد إيه بقى؟ هياخد حوالي حاجة و30% وحدات. حاجه 30% من حتى المشروع هو هياخدها، وهيحقق قيمه الارض كاملا زائد الفوائد وكذا مليار جنيه ربحيه. انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس طارق شكري، المؤسس غير التنفيذي شركه عربيه القابضه.